نعم. صح. نشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج أبو تريكة مش مجرم، الذي تصدر قائمة الأكثر تداولا على الموقع عقب قرار إدراجه ضمن قوائم الإرهابيين. وأعلن عدد كبير من المدونين على الهاشتاج تضامنهم مع تريكا، رافضين إدراج اسم اللاعب الدولي ضمن قائمة الإرهاب. وقال أحد المغردون: هيفضل أمير القلوب. للمزيد نتابع التقرير التالي. بالتأكيد الأمر في جزء كبير جدا من الانفعال العاطفي في هذا الأمر، وفي جزء مقابل له أيضا من الغموض تجاه هذا القرار.